خلاص جو 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 اون جو اون يا باهر. جو اون ايه يا انيس؟ انت بتدبسني؟ انا وشاكيرا نتجوز؟ هي اللي قالت لي، وقالت لي قدام معتزه، قالت لي باهر جالي وطلب ايدي وقعد يعيط وتشحتف ويتزل ويتحايل عليا عشان اوافق. والله العظيم ما حصل. لا حصل، حصل وانا شفت دموعك على السجاده وريتها لي منقطه. اه يا هتتجنن عليا بقى ولا ايه؟ ليه تتجنن؟ ليه تتجنن يا باهر؟ ما تعقلها يا اخي. انا اقول لك على سر. تعرف او فطنت ان شاكيرا بتستفزك وبتغيظك بيا عشان تتنحرر وتتغاظ وتطلب ايدها؟ رومل. نعم رومل. ايوه الخطط دي مش عليا انا. خلاص عليك يا باهر. انا اعمل عليك انت خطط حبيبي؟ اعمل عليك خطط ليه؟ وانت صغير يا باهر؟ فلنقدم كشف حساب، فلنتامل الموقف جليا. مالها شاكيرا؟ مالها شاكيرا؟ شاكيرا طيبه وحنينه على قدر كبير من الحنان والجمال، وعين هي ام بنات اخوك، يعني تربهم سوا وعلى قدر كبير من الجمال. بعدين كل واحد فيكم محتاج التاني عشان يقضي معاه بقيت عمره. ونيس ونيس ما تلعبش في دماغي. انت اللي لعبت في دماغك ونعكش شعرك. معقوله؟ انت عارف يا باهر، انت عارف انا بحبك ازاي وبعز شاكيرا. بس انا وصلت بقى لحقيقه المشكله. انت عندك مشكله يا ابني، انت عندك مشكله احساس بالنقص والدونيه. واقف قدام شاكيرا ما تجرؤش تقول لها اطلب ايدك. انا مصدقك في دي، بس انت جواك الرغبه، انت جواك الرغبه بس مش قادر. احساسك بالنقص والدنيه وصلها ان تقول لك يا قله، ما لا تقول لك يا قله وانت ولا انت هنا. انا رايي جو اون، لو انت قوي جو اون. لا 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 يا ونيس، لا لا، انا اعترف لك واقول لك على السر. قول. وفي الحقيقه بعد وفاة أخويا شاكر الله يرحمه، أيوة، شاكيرا ابتدت تعمل عليا الشغل ده وقالت لي إن احنا نتجوز عشان نربي مع بعض البنات. أيوة أيوة. بس أنا في الحقيقة اتهربت منها وغلوشت على الموضوع يعني، واتحججت إن مراتي ما فاتش عليها سنة من وفاتها. شفت؟ شفت أنا حسيت بيك إزاي؟ شفت احساسي بيك بسرعه ازاي؟ قلتها لك انها بتستفزك بتغيظك. عين خلاص انت بقيت لوحدك يا باهر، بقيت لوحدك. بنتك زينب الحمد لله ربنا فك عقدتها وعقدتي، ومش هسمع كلمه طلاقها تاني. خلاص بنتك اتجوزت، المفروض بقى تفكر ازاي تقضي بقيه عمرك مع شاكيرا وتشوف حياتك بقى يا اخي. صباح الخير. شراس تعالي اتفضلي. ها عملتي ايه؟ قدمت على التراخيص في المحافظه وهيردوا علينا قرايب. ازيك يا باهر بيه؟ اهلا يا شراس. بقول لك يا ونيس، الغي من دماغك ان الموضوع ده يحصل. انا مالي؟ انا ماليش دخل. انت روح لها وهي اول ما تشوفك هتفتح معاك الموضوع. صدقني جو جو اون. اهلا، انت دخلت سباق جو اون؟ انا اتلخبطت خالص ولازم احط نهايه للموضوع ده. عن اذنكم يلا جوه بسرعه. جون. ايه يا رامل بتخلص على مين اليومين دول؟ انا مش دعوه، شاكيرا اللي حاطه في دماغها انها لازم تتجوز باهر. او طبعا انت ما صدقت وقلت له جون تخلص مني وتخلص من شاكيرا وتفضل لك معتزه. انت ليه مصره ان انا بتكتك لده؟ هي المسائل بتيجي لغايه عندي انا، جاست اقول رايي. عارفاه جو اون. طيب علشان ما ترجعيش تزعلي مني لازم اقول لك حاجه. ادري اتصل بيا اكتر من مره وطلب يقابلني، ارد عليه اقول له ايه؟ قول له جو اون. بجد؟ اه قول له جو اون بس على معتزه. معتزة.
والله فكرة. طب سيبك دلوقتي بس من التفاهات دي وخليك معايا شوية. أنا واقعة في مشكلة كبيرة ومش عارفة أعمل إيه. أخويا فراس سافر على مركب هجرة غير شرعية ومفيش أي أخبار عنه ومش عارفة أتصرف إزاي. وما تقوليش جو أون. ليه كده؟ ليه؟ مسألة الهجرة غير الشرعية دي بقت أصعب من الأول في وسط الأحداث العالمية اللي بتحصل في العالم. ليه ما منعتهوش؟ كان يائس وهرب من غير ما نحس بيه. بتقولي غير شرعية. طيب هجرة غير شرعية دي بقى نسأل مين؟ ونسأل فين؟ مفيش قدامكم بقى غير إنكم تستنوا لغاية لما يوصل ويتصل بيكوا. ده إذا وصل. أنا خايفة. خايفة من اللي جاي. لما نسافر ونروح أمريكا مش هتخافي. ويلا اكتبي زي ما ماما طلبت مننا ونشوف ايه الحاجات اللي احنا مش محتاجينها وايه المهم ناخده معانا. يا جهاد انت لازم تتكلمي مع ابوكي على الاقل تمهديله. وما تمهدلوش ليه انت يا زكريا؟ انا مش عايز اعمل معاه مشاكل. احنا نتكلم قدامه عادي على اننا مشغولين بموضوع السفر ومش هنقدر نكمل موضوع العشوائيات. واحنا برضو عملنا شغل كويس بس لسه ما كملش وجده هيقول لكم ده هروب. اسمعي، ايه رايك تعملي انك تعبانه وعايزه تعملي فحوصات ولازم نسافر بدري؟ وليه اكدب على بابا يا زكريا؟ هو يعني ناقص قلق؟ وبعدين اعمل حسابك، انا كل 3 شهور لازم انزل اشوف بابا، انا ما اقدرش اعيش من غيره. ايه كل 3 شهور يعني 4 مرات في السنه؟ انت عارفه تذكره السفر لامريكا رايح جايب كام؟ على الاقل 17000 جنيه. هشتغل وهحوش. اعتقد يعني بابا يستاهل اكتر من كده. يستاهل طبعا، ما قلتش حاجه، بس احنا رايحين نحوش عشان نعيش وسايبين الناس اللي في العشوائيات تموت. يا رايا رحمه، انت هتعملي فيها اونكل ونيس؟ مفروض كل واحد يشوف حياته ومستقبله من غير ما نموت حد في سكتنا يا زكريا. بابا بيموت وبيتصفى لما حد مننا بيبعد عنه. لا، أنا ما بعدتش. أنا طول حياتي واقف جنبك وجنب بنات أخويا. الشجرة اللي ما تضللش على أهلها تستاهل القطع من جدرها. شكيرة، أنت كنت جادة في الكلام اللي قلتيه لونيس، بصرف النظر يعني عن اني خدت القرار ده لوحدك وانا اقول مش عارف. بصراحة انا معرفش قلت الكلام ده ازاي. حسيت اني لوحدي فجأة. انت الوحيد اللي شفت قدامي. انت عم البنات واخو جوزي الله يرحمه، وشفت ان احنا فرعين بجدر واحد. انت حبيت ونيس، انما لما تاكدتي ان اوعى تكملها. انا كنت غلطانه لما حبيت ونيس زي ما قالت شيراز. اي ست تحب ونيس لاخلاصه لمراته، وانا حبيت اخلاصه. وانت فيك كتير من ونيس على فكره. في ناس كتير قوي زي ونيس بس احنا ما بنشوفهمش، من الشياطين اللي حواليهم. مش عارف اقولك ايه يا شاكير. قول انك موافق ونقضي بقى سنين عمرنا واحنا متسندين على بعض. انا مش هقولها دلوقتي. انا عايزك تاخدي وقتك وتفكري وتتاكدي فعلا انك بتحبيني. هو احنا صغيرين يا باهر؟ يعني عايزنا تدلع عليه عشان تتأكد ان انا بحبك؟ ده حتى المثل بيقول الدلع في الكبير زي الزغزغة في الحمير. اهي الامثال بتاعتك دي هي اللي مخوفاني منك. طب ينقطع لساني لو قلت امثال تاني. خدي وقتك يا شاكيرة، على الاقل بعد فرح شهيرة وحسين. واوعدك ان هيبقى فرحنا بعديهم على طول او في نفس اليوم، مش مشكلة. مبروك يا عصافير. انا سمعت كل حاجه. ايه اللي بتهببوه ده؟ انا لسه ما اديتش كلمتي، ولازم القله يحفى
عشان انا اوافق عليه. يا بقي اقلع جزمتك وامشي حافي وخلصنا. ما تقول كلمتك يا عمي. لا لازم تمشي على دماغها عشان انا اوافق عليها. طيب بس في مشكلة، بعد الجواز هقول لك يا عمي ولا يا جوز امي؟ يا درونة يا درونة. عايز ايه يا عبد الله؟ ما حضرتليش العشاء ليه؟ عندك في المطبخ جوه، خش حضره لنفسك. ما انا كنت بحضره لنفسي قبل ما اتجوز، دلوقتي مراتي حبيبتي تحضر لي العشاء وتدلعني. هشتكك يا عبد الله، مش كفايه عيالك؟ طب تعالي معايا نقعد نتكلم شويه. بقولك ايه يا عبد الله، ما تصدعنيش، انا مهدوده طول النهار لغايه لما نيمت عيالك. انت حياتك كلها مع اولادي وكاني انا مش موجود. هو انت في حاجه نزعلاكي؟ بصراحه انا مش حاسه بالامان. فعلا نفيس ان والسلطه بعافيه. انا اقصد بالامان معاك يا عبد الله. ليه؟ هو انا عملتلك حاجه؟ ما انت ما عملتش. انت لا كتبت لي الشقه باسمي ولا حطيت لي نص فلوسك في حساب ليا لوحدي، وعايزني اعمل لك يا عبد الله؟ هو انا قصرت في حاجه؟ ما اللي انت بتطلبيه بتاخديه. هو عشاني؟ عشان عيالك. وبعدين اذا سبتني او رميتني او جرالك حاجه وفلسعت اتلطم انا بعيالك؟ سقت ايه وفلوس ايه؟ ما جوزك الاولاني مات وساب لك فلوس، وجوزك التاني نات وساب لك شقة، والتالت اللي هو أنا كنت عايزة منه العيال، ودلوقتي عايزة تاخدي من الحنار اللي هو أنا الشقة والفلوس والعيال، وأنا ما خدتش منك حد. والحديدة لو ادت للحديد حد هتبقى حديدة وهو حديد، وانت مدتنيش حد هديك ازاي حد وانت مدتنيش حد؟ تبقى الجوازة واقفة عليا، دي الخسارة. جوازي منك كان مكسب يا بهيرة، خرجتيني من وحدتي ورعيتي امان. وانا ما كنتش احلم براجل زيك يا شرف الدين، بيحبني ويحميني ويحتويني، مش يتجنن. خلاص بقى انا صالحت، ودينا جينا الفندق نعمل شهر عسل جديد. هو شهر العسل ده ما ينفعش غير انه يبقى في الشاليه؟ ما تقوموا تنزلوا معايا المايه. يا سلام، ما احنا قعدنا طول اليوم في المايه يا امان. بس انا بقوم لوحدي، فعلا السياحه اتضربت. ما تقلقش، في ثوب من اليابان هيملى الاوتيل. ربنا يستر وما تتلغيش من الاحوال الجديده اللي بتحصل في البلد. لا اطمن يا امان، ده حتى المصريين ما بقوش يروحوا الفنادق. انا هروح ابات مع جدو النهارده عشان عايز اتناقش معاه في العباد واحوال البلاد. طب يلا روح قوم، قدامك ربع ساعه عشان هنتغدى. انكل عز الدين قال لي انه عازمنا النهارده على الغدا في المطعم. بالمناسبه انت بتتعامل مع اخوك عز الدين بطريقه بايخه قوي يا شرف الدين، عمال يهزر معاك ويضحك وبيحاول يرحب بيك وانت مبوس في وشه. لا ابدا، انا بتصرف عادي. لا مش عادي يا شرف الدين، وانت عارف كويس قوي ان اللي كان في دماغك ده من خيالك انت وبس. انا فاهم، بس عز الدين ساعات بيشطح، وكنت خايف يعني ان هو يتصرف معاكي تصرف يجرحك، مع اني كنت متاكد انك هتصديه. بس انا ليه هستنى ان تحصل مشكله؟ انتوا اخوات وانا بقيت واحده من العيله، المفروض ان العلاقات بينا تبقى طبيعيه وسويه، ما فيهاش لا خوف ولا شك. اهو عز الدين جه اهو. ده بقى طبق سبيشال كومبليمو من الاوتيل علشان خاطر اخويا حبيبي وحرم المصوم. ميرسي قوي قوي يا عز الدين. ميرسي على ايه؟ اوكي اتعامل معاك بقى على اني نزيله في الاوتيل. طب ليه بقى الفاكهه؟ ده احنا لسه هنتغدى. يا سيدي خلوها عندكم في الشاليه بعد الغدا.
اما انت بقى ليك عندها حته خبر يا بهيره هتطير من الفرحه. خير في ايه؟ شوفي طلعنا كام من سفريه اليابان؟ هنطلع الضعف السفريه اللي جايه. مستر بهاء قال لي ان في سفريه لايطاليا الشهر اللي جاي، وعلى فكره كان مرشحني انا ولبنى، بس انا قلت له لا ما ينفعش، لازم بهيره هي اللي تطلع معايا، ده احنا هنتفسح فسح. يلا بونا بتي بقى. انا كرهت اليابان وكرهت ايطاليا، ما بقتش طايق عز الدين. ما حدش بقى طايق حد، وانا مش هضيع عمري في مشاكل سخيفه لاولادنا. مشاكلنا زمان كان ليها معنى. المتغيرات يا شاكيرة بقت سريعة، وردود الأفعال بقت أسرع، معظمها غلط، إنما الصح هو القرار اللي انت خدتيه. أنا خايفة يا ونيس، خايفة في الآخر أبقى لوحدي. يا شاكيرة، باهر ده إنسان باهر، وبالنسبة لي عشة عمر. كنا مع بعض في الابتدائي، كبرنا لغاية لما بقى هو محافظ واختارني مساعد ليه عشان مبادئنا واحدة. إنسان طيب مهذب وعاقل، عايز إيه في راجل أكتر من كده؟ أيوة يا أخوي، ما هو كل قلة بتلاقي غطاها. ليه يا شاكيرة؟ ما احنا كنا كويسين. هدي لنفسي وقت افكر. مش محتاجة وقت يا شاكيرة، خدي قرار دلوقتي. على العموم انا عندي وقت لحد ما شهيرة وحسين يتجوزوا. أقول لك على سر يا شاكيرة، أنا خايف بعد ما تتجوزي باهر أبقى لوحدي. أكيد هيحصل. أنت مش لوحدك يا عز الدين، كل اللي بيشتغلوا في السياحة عايشين في أزمة. ما هياش أزمة اللي شغالين في السياحة وبس، دي أزمة بلد معتمدة على دخل السياحة. وإحنا نقعد نندب بقى؟ ما كل حتة في البلد دلوقتي بقى فيها أزمة، في الصحافة وفي الإعلام وفي الانتخابات كمان. اللي خرج من الانتخابات بيعمل اعتصامات ويوقف حال البلد، أما بقى اللي مكمل فيها بيلخبطنا بالائتلافات والتكتلات. أهلا يا أنكل. زيك يا حيرة. أهلا وسهلا. ده إيه المفاجأة الحلوة دي؟ الحقيقة وحشتوني، فلقيت نفسي قاعد لوحدي وقلت أجي اعمل فريش، يعني افرفش معاكم. بصراحة بقى كويس ان حضرتك جيت دلوقتي. ايوه جيت في وقتك يا بابا. انا اسف، انا هيظهر قطعت خناقكم. لا ابدا، احنا كنا بنتكلم عن احوال البلد. صباح الخير. استنى بس يا اوكي. نزلي ايدك اقطعها لك. انا حاسة بحضرتك، تلاقيك كمان جاي من قاعدة دلوقتي فيها كلام عن اللي بيحصل في البلد برضو. ايوه، احنا دلوقتي ما بقيناش نملك ولا عندنا قدرة الا على الكلام. لا، وفي كلام مرعب بنسمعه. ما خلاص يا عز الدين، ما توجعش دماغ انكل بقى. تشرب ايه انكل؟ والله يا ريت. ده وقته يا حورية، يشرب ايه؟ معقولة مش عايز نشرب؟ تفضل، ده انت فعلا بقيت قليل الذوق. أنا مستقبلي ضاع. الأفواج السياحية اللي اتفقت عليها أنا وبهيرة في اليابان اتلغت بسبب الأحداث اللي بتحصل في البلد. بصراحة دي مش مشكلة البلد، دي مشكلتك أنت. كل سفرياتك يا عز الدين شؤم، بصراحة جايبة لنا الكافية. بس في سفرية الشهر الجاي لإيطاليا. أنا كتبت. طيب يا عز الدين، طيب
توصل لإيطاليا بالسلامة وترجع منها بألف سلامة. استنى بس يا أنكل، حضرتك اشرب حاجة بدل اللي دلقتها دي. بس أنا خايف. ثانية واحدة، إيه هو الدلدة؟ إيه الدلدة يا حير؟ المشروب يا أنكل، يعني بفرفش حضرتك شوية. طب حاسبي حاسبي، دي ليس على الإزاز يا ماما. أنا خايف يا بابا لحسن سفرية إيطاليا دي تتلغي يا كمان، بعد ما فرحت شرف الدين وقلت البهيرة قدامه إنها مسافرة معايا. اطمن اطمن، إن شاء الله خير بإذن الله. ايه ده؟ قلت لاخوك شرف الدين انك مسافر تاني مع بهيرة لإيطاليا؟ ايوه يا بابا. حسبي الله ونعم الوكيل. منك لله يا عز الدين، منك لله. اللهم اجعل السياحة لا تخرب بيت الآمنين. ان شاء الله سفرية إيطاليا تتم وترجع لنا منها بقرشين ينفعونا الأيام اللي جاية. يا بركة يا بركة يا مونوكير، بتدعي ربنا. ما تولعهاش ما تولعهاش يا حورية. انت السبب يا بابا، يا ريتك كنت طلعتلي دكتور زي شرف الدين، انا بحقد عليه. تصور ان هو نفس الشعور؟ ممكن اغور. لا استنى. والله بقولك يا بابا، انا هسيب السياحة دي خالص احسن عشان تنتعش واسافر الصين. ايوه، ومعك بهيرة. لا اجيب شوية بضاعة من هناك. الله عليك. اجي بقى ايوه اعمل فرشة وابقى بائع متجول وجنبك بهيرة. معايا صيني، معايا صيني، كله باتنين ونص، كله باتنين ونص، معايا صيني. جون جون يا عز الدين، غور. مالك يا شراس، شيل الهم ليه يا بنتي؟ احنا لازم نتقشف شوية يا ماما، لازم نمسك ايدينا، محدش عارف الظروف اللي جاية. حبيبتي يا بنتي، وفي حاجة حصلت في شغلك؟ حاجات كتيرة قوي حصلة في البلد يا ماما، وأنا جزء منها بصراحة. مكتب ونيس ما بقاش شغال زي الأول، هو متطوع لمشروع العشوائيات ومتطوع بوقته اللي بيجيب له فلوس، وده طبعا مأثر على المكتب. يعني هو حيقلل مرتبكو؟ ونيس عمره ما هيطلبها يا ماما، بس المفروض إحنا اللي يبقى عندنا دم ونطلب منه ننزل مرتباتنا، مش زي ناس كتيرة في عز الأزمة طالبين زيادة مرتباتهم وياريتهم حتى بيشتغلوا. إحنا نقدر نلم إيدينا، إنما يعني كل حاجة بتغلى يا بنتي. إلا البني آدم بقى رخيص قوي. في ايه يا ايناس؟ قلبي حاس. المركب غرقت بخمسة وخمسين شاب، كلهم ماتوا بعد واحد. طبعا مش فراس ابني.